للمزيد مشاهدينا معنا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي العراقي دكتور عبد الكريم الوزيان. دكتور عبد الكريم اهلا بحضرتك. يمكن بعد اعلان الحكومه العراقيه القضاء على داعش وسقوط وانتهاء داعش من الموصل في معركه طال امدها يمكن لحوالي 6 أو 7 أشهر، كيف تقيم جهود الحكومه العراقيه والقوات العراقيه في هذه المعركه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقه بذلت جهود جهيدة ودفاع مستمر من أجل إزاحة داعش من محافظة نينوى الموصل الحدباء الحبيبة. لا أحد ينكر أن القتال كان عنيفا وحرب شوارع، وداعش كان يستخدم المدنيين كدروع بشرية واستخدم كل طرق ووسائل الخفة في تنفيذ مآربه، وانعكس ذلك على العمليات العسكرية. لكن هذا ليس بمعزل عن وجود قوات التحالف الدولي التي كان لها شأن كبير وخاصة في مجال الطيران، وإن كانت قوات التحالف الدولي مسؤولة أساسا عن داعش كظاهرة مخابراتية عسكرية، ولكن يبدو أن الوقت قد حان لتنظيم الجدول. طيب دكتور كريم، يعني ما هي الرسالة التي حاول تنظيم داعش أن يقوم بإيصالها للعالم من خلال تفجير مأذنة الحدباء في الموصل، وهو كان يعرف تمام المعرفة بأن أيامه معدودة في الموصل؟ يا سيدي الكريم، صادق ديبد، داعش ليس هو من يقوم بإيصال الرسائل. هناك دول كبرى وإقليمية هي التي تقوم بإرسال الرسائل من خلال ما يسمى بداعش. هذه الرسائل هي الاستنزاف ذوي الذراع، طلب الدخول الى تحالفات دولية، استغلال النفط، تغيير الخارطة، خارطة شرق أوسطية جديدة، التحالفات ورأس المال والتكنولوجيا والذراع الأطول هي التي تصل في تحقيق الأهداف. هذه الرسائل لا تقل لي داعش، قل الدول المعنية بصناعة داعش هي من أرسلت هذه الرسائل. طيب دكتور عبد الكريم، يعني برأيك هل تتوقع أن يقبل داعش بهذه الهزيمة، أم أنه ربما يثأر لنفسه فيقوم باحتلال منطقة أخرى؟ داعش الآن موجود في مناطق أخرى في العراق، في الحويجة وفي الأعصاب وبين الفينة والأخرى في مناطق غرب العراق، ويتمدد ويظهر ويغيب، فهو لا يثأر. هو تنظيم في جانبه الأسفل يعتبر نفسه أنه يضحي ويستشهد في سبيل الإسلام، والإسلام منه براء، ولكن القيادات العليا المرتبطة بأجهزة مخابراتية ودولية هي التي حددت لهذا التنظيم وقت أن ينتهي هنا ويختفي هناك، وربما يظهر باسم واسلوب في وقت اخر. نعم، الكاتب والمحلل السياسي العراقي دكتور عبد الكريم الوزان، شكرا جزيلا لحضرتك.